الحمد لله، الحمد لله على بديع لطفه وكريم عنايته وعلى جميل آثار رحمته، سبحانه مدبر الأمور على مقتدى العلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وهادي القلوب إلى ربها بعاطر سنته، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، ها نحن في محطة من محطات الخير، وهو شهر محرم، وكأن الله سبحانه وتعالى يبشر عباده بكثرة الاستدراكات، أي أن الإنسان يعمل عبادات ثم يتعطر، ثم تأتي بعض الرحمات والنفحات حتى يستدرك. فجاء كذلك هذا الشهر الذي جاء في الأثر أن أفضل أو أفضل الصوم بعد شهر رمضان صوم في هذا الشهر الكريم. هذا الشهر مليء بالمحطات، مليء بالتاريخ ومعرفة التاريخ، ففيه الهجرة النبوية، وفيه حساب الزكاة، وفيه عاشوراء. وكان المسلمون يتدبرون التاريخ في هذا الشهر فيقفون وقفة تأمل. وقد سئل نوح عليه السلام على قضية أهمية الوقت، لماذا نحن نذكر الشهور، نذكر السنوات، نذكر التاريخ حتى نعتبر؟ نوح عليه السلام وقد عاش 950 سنة، قيل له: كيف رأيت الدنيا، كيف رأيت العمر؟ قال: كداخل من باب وخارج من باب. 950 سنة لم يرى الدنيا إلا فائتة، فما بالك الذي يتعلق بها. وهذا الشهر يذكرنا بمحطتين سوف لا أكثر فيهما، لأنهما يحتاجان إلى درسين: درس حول الهجرة ودرس حول الزكاة، ونحتاجهما كلاهما. في قضية الهجرة، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام سننا فعلية، هناك سنن قولية مثل الأدعية، لما تقولها لك أجر، وهناك سنن فعلية، لما تفعلها فلك أجر، وهناك سنن تقريرية، أي رضي بها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها أمامه أصحابه. ومن السنن الفعلية هناك سنن حث بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر بها، قال: افعلوا كذا في الحج، افعلوا كذا في الصلاة، افعلوا كذا، تنفلوا، إلى آخره. هذه سنن فعلية. وهناك سنن فعلية فعلها فيقتدى به، يقتدى به، ومنها قضية الهجرة إلى المدينة المنورة. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة في جو استقبل فيه الأنصار والصحابة الأوائل النبي عليه الصلاة والسلام، في جو حار فيه حرارة شديدة، والصحابة أكثرهم كانوا مرضى، أكثرهم كانوا مرضى. وقد ذكر علماء التاريخ أن المدينة كان فيها هواء، يعني ريح هواء، من لم يستطع أن يتكيف مع هذا الهواء يمرض. فلما وصل الصحابة وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مرضى، أكثرهم بلال رضي الله عنه. ولذلك لما تسمع يعني قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لا تجد الصحابة كثيرا يستقبلونه، وإنما تجد الأنصار، لأن الصحابة كانوا كلهم مرضى، لأن مناخ المدينة كان لا يتأقلم مع مناخ أهل مكة.
فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الصحابة مرضى ومرض أبو بكر الصديق، فدعا الله فقال اللهم حسن أو طهر هواءها كما جاء في الحديث. هذا كان أول دعاء. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المعلم، الإنسان المربي يجتهد ويتخذ أسبابا، وأن أخلاقه هي التي تغلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع اليوم الذي أو الليلة التي تآمر فيها قريش على أن يصدوه أو يقتلوه أو يهجروه، ومع ذلك كان مؤتمنا عن الأمانات وترك الإمام علي مع الأمانات، حتى يبين لنا أن الأخلاق الشريفة، أخلاق الإسلام دائما تبقى ثابتة، وأولها وأعظمها أداء الأمانة. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الهجرة ما هي إلا محطة من محطات الإنسان الذي يبتلى. قد يبتلى الإنسان في مكان، النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي في مكة مثلا فيخرج من ذلك المكان، لماذا؟ حتى يجد مكانا آخر يسع فيه أو تسع فيه الدعوة. وكان أول هجرة إلى الحبشة لأن فيه مكان أو فيه ملك عادل، فكان المكان أريح. ولذلك الإنسان لما يريد أن يدعو إلى الله، لما يريد أن يعبد الله ويجد أن هذا المكان لا يصلح يبتعد على هذا المكان. الهجرة كذلك لها معنى آخر، وهي هجرة المعاصي، أن المسلم يهجر الأمكنة التي فيها المعاصي والتي لا يعبد فيها الله سبحانه وتعالى كما أراد أن يعبد. فإذا كثرت المعاصي في مكان فالإنسان كذلك يهجر ذلك المكان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة علمتنا كذلك الإيمان بالمعجزات الحسية. وقد وردت في الطريق أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع سراقة، وهذا كان يعني يريد أن يقبض عليه ليرجعه إلى قريش، فأخبره ببعض المعجزات أنها ستحدث في زمن الخلفاء، وحدثت، وقع فتح، وآمن سراقة بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة هي سنن الأنبياء والمرسلين، أي هناك من هاجر قبله كلوط عليه السلام وإبراهيم عليه السلام. كذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام اتخاذ الأسباب في كل عمل والتخطيط وأهمية الوقت والاستعانة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب هكذا، أولا حتى يأذن له الله سبحانه وتعالى، ثانيا تكلم مع أبو بكر الصديق أن يستعين به وأن يبقى معه وأن يرافقه. وعلمنا أهمية كذلك مكانة المرأة، وأسماء بنت أبي بكر موجودة. لذلك قلت لكم الهجرة النبوية ليست فقط ذهاب من مكة إلى المدينة، وإنما هي محطة حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وتتغير الشريعة أو تتغير التكاليف الشريعة من أحكام في العقيدة إلى أحكام في الشريعة والفقه. بمجرد وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يتغير كل سنن في الشريعة، فتنزل آيات عندها علاقة بالزكاة، وتنزل آيات الصوم، وتنزل آيات الزواج، أحكام الأسرة وأحكام المواريث وأحكام الحج إلى آخره. لماذا؟ لأن المكان الآن مستقر ومكان ثابت يصلح لهذه أو يصلح للتكيف مع هذه الأحكام. وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، ووضع أول دستور، وسمى المدينة بالمدينة، كانت تسمى يثرب فسماها المدينة من المدنية، أي من المواطن، المدنية المدينة. وزادوا الأنصار المنورة، المدينة المنورة، ولقبها النبي صلى الله عليه وسلم بطيبة وطابة، ولقبها الله سبحانه وتعالى الدار والإيمان، إن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهكذا. و دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فقال: اللهم بارك لنا ضعف ما بارك إبراهيم في مكة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفضل المدينة،
وهذه كذلك لها درس آخر. إذن الهجرة محطة مهمة في السيرة النبوية، وهي محطة تنزيلية في حق المؤمن. المؤمن لما يقرأ السيرة النبوية ويقرأ الهجرة ما يقرأش على الغار والحمام ولا آخره، هذه أمور كانت في الأدبيات، لكن الأمور تاع الشريعة يقرأ لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وماذا نزل، ولماذا نفعل كذا، وأين هي السنة في كذا وهكذا، وهل إذا فعلت كذا كان موافقا لكذا، وهل الدعوة في هذا الوقت مناسبة أم لا، وهل النصيحة مناسبة إلى آخره، والأخلاق النبوية التي ترفع من شأن المؤمن يستقصها المؤمن من السيرة النبوية. أبخي الوانج لله سبحانه وتعالى لصلي سوى سوى بخوفات عليه الصلاة والسلام. Nous sommes dans ce mois, début du mois de l'année de Hijir, ce qu'on appelle le mois de Muharram, qui c'est un mois sacré. C'est un mois aussi béni par certaines récompenses, miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment le jeûne. Le jeûne, il est surrogatoire, mais il est plus récompensé après le mois de Ramadan, selon un hadith du prophète alayhi salat wa salam. Et dans ce mois-là, il y a quelques stations à méditer, quelques événements aussi à retenir, notamment l'événement de l'immigration du prophète alayhi salat wa salam de Mecca à Médine. Et ça demande une conférence ou plusieurs conférences au-delà de l'aspect historique, classique ou biographique de la vie du prophète alayhi salat wa salam. Il y a aussi le sujet de Zakat al-Mal, qu'on va parler tout à l'heure, Inch'Allah, qui demande aussi une conférence. Et il y a aussi le sujet de Ashura qui va venir, Inch'Allah, prochainement. Mais quand on lit la vie du prophète, alayhi salat wa salam, on a certains chapitres, certaines stations dans cette vie, notamment la vie mécoise et la vie médinoise. Il y a une grande différence. Et entre les deux, il y a cet événement qu'on est en train de parler. Cet événement qui a remarqué aussi l'histoire des musulmans, cet événement aussi qui a remarqué toute l'histoire, tout un changement. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que dans certains sunnas, certaines traditions, il y a des traditions à suivre, ce qu'on appelle des sunnas appliquées ou pratiques. Et là, c'est lui, alayhi salatu wa sallam, qui est en train de pratiquer. Et c'est les musulmans qui sont en train de repérer certaines sunnas du prophète alayhi salat wa salam. Et dans ce voyage-là, pénible, dans ce voyage qui a changé l'ère de la communauté musulmane, il y a certaines paraboles à retenir, il y a certains enseignements. Et c'est pour ça que quand on lit la sira, la vie du prophète alayhi salat wa salam, on la lit comme il a écrit Mustafa Siba'i, rahimahullah, un livre qui s'appelle Sira Durus wa Ibar, l'enseignement de la vie du prophète, ou les enseignements de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'on doit faire ça? Il a akhiré. Et dans l'intérêt de la communauté musulmane, le prophète sallam, il a fait plusieurs pratiques. Et à nous de exporter, à nous d'importer, pardon, ces pratiques-là sur la réalité. Le prophète sallam nous a montré que être confiant, être véridique, l'amana, à rendre les choses à leur dû, à rendre l'amana, à préserver l'amana, c'est parmi les meilleures éthiques. Et la nuit ou le jour où il y avait les Quraysh qui voulaient faire du mal au prophète alayhi salatu wa salam, qui voulaient l'exiler, le faire sortir, ou peut-être même le tuer, et c'est là que le prophète sallam il est en train d'arranger l'amanat. Il dit à Imam Ali, celle-là c'est pour ça, celle-là c'est pour tel. Je dois garder cette éthique. C'est une éthique véridique et ça fait partie de l'élite de l'éthique. Le prophète alayhi salatu wassalam nous montre aussi que le musulman il est éprouvé. Et quand on est éprouvé dans un endroit, on change d'endroit. Quand on est éprouvé dans un temps, on change de temps. Ça fait partie de la sagesse. Et il a été éprouvé dans la région de Mecca. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné notre région, c'est la région de Médine. Et quand il est arrivé à Médine, il n'était pas seul. Donc, on peut aussi demander de l'aide. Parfois, quand on est seul, on est faible. Donc, on demande de l'aide, de l'assistance. Il était avec Abu Bakr as-Siddiq,
Il y avait certains compagnons qui étaient avant lui, mais ils étaient malades quand ils l'ont accueilli. Et dès que le prophète sallam est rentré à Médine, il a cherché ses compagnons qui étaient tous malades à cause d'un virus, d'une grippe, et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soulage ou les compagnons de cette maladie. Le prophète sallam, il a commencé par instaurer les grandes lignes, notamment la fraternité entre deux tribus qui étaient majeures à Médine, notamment Al-Wasiqa, un document qu'on appelle le document de Médine, ou une charte de Médine, et qu'il y avait certaines règles intérieures, une règle de la citoyenneté. Et c'est pour ça qu'il a nommé Médine. Médine, c'est la cité. Ce n'est pas la ville, c'est la cité. On a deux philosophes qui ont écrit sur ça. Platon qui a écrit la cité et Al-Farabi aussi qui a écrit Al-Madin Al-Fadila, la cité. Ça veut dire être citoyen. Quand tu arrives, comment tu peux être citoyen en respectant de l'autre, en kada il akhiré. Le prophète sallallahu alayhi wa aussi, il a fait des doigts pour que Médine accueille la communauté musulmane. Plusieurs doigts de récompense, la récompense dans la prière, il a akhiré. Et donc, il nous a aussi montré l'application ou l'implication et le rôle de la femme dans cet événement. Et c'était la fille de Abu Bakr Siddiq Asma. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup d'enseignements qui demandent une conférence. Et l'importance, c'est de prendre en compte la valeur du temps, l'histoire. Il faut lire l'histoire et la valeur du temps. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله كما أمر والصلاة والسلام على نبينا المعتبر كما ذكرنا المسلمون كذلك والأمة فيها خير يحسبون الزكاة من عام إلى عام فمنهم من يحسب إلى رمضان ومنهم من العام الهجري إلى العام الهجري وذلك يقولوا عاشوراء هذه الزكاة هذه العبادة الفاضلة فيها كثير من المقاصد من بين المقاصد أنها تحفظ الكليات تحفظ قريب 3 كليات هذه الزكاة في الشريعة الإسلامية عندنا كليات عندنا أساس تسمى مقاصد الشريعة كاين 5 تقريبا 5 كليات عندنا حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض مثلا وحفظ العقل في الآخر لكن جاءت الزكاة ووجد العلماء أنها تحفظ 3 وحدها فهي تحفظ المال من جهة البركة والتطهير أنها تطهر هذا المال وتنميه وتزكيه وتطهره يعني الله سبحانه وتعالى يجعل فيه بركة وتحفظ هذا المال أو تحفظ العبادة أو تحفظ الدين بأداء العبادة لما تؤدي الزكاة فأنت تؤدي عبادة فأنت تحافظ على هذا الدين وكذلك تحفظ النفس لأنك لما تزكي لما تعطي لما تتصدق لفقير مثلا فإنه سيشتري لباس يشتري الماء يشتري أدوية يشتري أكل وسيعيش فأنت تساهم في حفظ هذا الإنسان هذه الزكاة كذلك تعودك على الخير على الصدقات فأنت قبل ما تجي تصلي مثلا تتوضأ وتصلي النافلة إلى آخره فتأتي زكاة الفطر هي أقل من زكاة المال كأنها نافلة تعودك لكي تعطي زكاة المال فأنت تتعود على طرق الخير أنت كذلك الإنسان لما يعطي يدخل في المعية الإلهية أي أن الله يحفظه قال تعالى وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وهي تحفظ المزكي من ميتة السوء الإنسان الذي لا يعطي الزكاة أو لا يتصدق تكون عليه والعياذ بالله سوء الخاتمة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال المعروف أي الخير المعروف إلى الناس يقي صاحبه مصارع السوء أي حفظه من مصارع السوء وكذلك تمنع الاعتداء على مال الغني أي تحفظ المال تاع الغني يقول النبي عليه الصلاة والسلام حصنوا أموالكم بالزكاة وجاء في حديث آخر
ما تلف أي ضاع، ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة. أي مرات الإنسان يضيع له مال، يكون عنده مال كتير وما يأديش الزكاة فيمشي له هذاك المال لأنه حق الله. وذلك جاءت في قصة الفلاح، هذاك الفلاح الذي في صلاة الصبح لما مشى وجد أن كل القمح اللي حصده كله تحرق، كله أحرق تحرق. فجاء الناس يعني بعد الصلاة يعني يصبروا فيه ويقولوا قدر الله إلى آخره، فقال لهم إني لم أخرج الزكاة، لم أخرج الزكاة، فوجد كل المحصول تعو أحرق. ولذلك تجد الإنسان مرات يقع له مشاكل فيخرج مال لينفق على هذه المشاكل، هذاك المال هو المال الذي كان سيعطيه في الزكاة. L'adoration de zakat al-mal, c'est une grande adoration. Elle permet aussi d'être classée parmi les plus essentiels. Dans les finalités de Sharia al-Islamiyya, c'est un sujet dans la jurisprudence et réel. Elle permet à préserver certaines généralités. Elle permet à préserver l'être humain. Quand tu donnes, tu préserves l'être humain. Tu es en train de participer à sauver l'être humain. Quand tu donnes, tu es en train de donner ou de permettre d'avoir la baraka dans ce don-là. Allah te donne la baraka. Quand tu donnes, tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu donnes, Allah subhanahu wa ta'ala préserve toi et préserve ton argent, ton bien. Et c'est pour ça que j'ai raconté l'histoire d'une personne qui était un agriculteur, qu'il avait, alhamdoulilah, récolté plusieurs tonnes, si on veut dire, de céréales, et que le lendemain, en partant pour faire la prière de l'Fajr, il a trouvé que le feu, il a tout pris, il a tout brûlé. Les fidèles sont venus le voir, ils voulaient le réconforter, et il a avoué, il a dit, moi, je n'ai jamais donné zakat, et j'ai senti que ça fait partie de ma punition. La personne qui ne donne pas zakat, il va la donner autrement dans certains problèmes. Au lidalika, l'insan, il hassan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, préservez votre bien en donnant sadaqa et en donnant zakat. Hada al-aam, l'ulama, qaddaru al-nisab ila 4,750 euros. 4,750 euros. 4,750. Celui qui a 4,750, il ajoute tout ce qui est en valeur à la maison. الناس كي تحسب الزكاة مرات تغلط، وهذا حق الله. مثل الإنسان لما يجي يصلي، الإنسان لما يجي يصلي يغلط، فيجي الإنسان يوريه يقول له زيد كذا وكذا، فقال لما تحسب كل ما عندك فيه فائدة، اللي عندك في البنك تضيف له، واللي عندك غادي يدخل لك تضيف له، إلا عندك ديون غادي تخرج تنقصها، اللي باقي تقسمه على 40. هذه أسهل طريقة. اللي عنده فوق 4,750 تاع زكاة يقسمها على 40 ويخرج هذيك الزكاة. اللي عنده دين مثلا أو اللي عنده شاك غادي يدخل له مثلا هذا الأسبوع، هو عارف غادي يدخل له إمبريم مثلا أو إيجار، ولا عنده دراهم تاع تاكسي إلى آخره، يضيف له هذه الأمور أنها ولو ما دخلتش لكن يزيدها في الحساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في مالنا، فاللهم بارك لنا في مالنا، اللهم حصن أموالنا، اللهم حصن أموالنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم إنا نسألك غفرانا وعفوا وتوفيقا يا رب العالمين، وتباتا وتيسيرا. اللهم مضى عام وجاء عام، فاللهم أمد في عمرنا ما بقي منا. اللهم اشفي كل مريض، أخت تدرس هنا تسألكم الشفاء، فاللهم اشفيها يا رب العالمين. اللهم خفف عنها فإنها تتألم في المستشفى، فاللهم خفف عنها. وفي واحد الأخ كذلك يساهم في هذا المسجد من رجال الدل، هو مريض جدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه وأن يجعله صحيحا معافى يا رب العالمين. وكل إنسان وصانا بالدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يشفي أحد العائلات تاعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين وكل من دخل القبر في هذه الأيام. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.